الله كيف حالكم يا جماعة؟ رجعت لكم مقطع جديد. اليوم رح نلعب الجزء الثالث من سلسلة القاتل آيس كريم. بس المشكلة إن كل ما أجي أبغى ألعب هذه السلسلة يجيني نفسه في آيس كريم. عشان كذا دخلت هنون وجلست أدور لقوالب آيس كريم وحصلت حاجة مرة حلوة وسعرها رخيص، واكتشفت إن هنون تقريبا مسوين عروض 50% على كل الأقسام، الملابس، الإلكترونيات، المطبخ، خاصة إنه ذحين جالسين يجهزون لرمضان. كل أدوات رمضان اللي تحتاجها موجودة، أطلب من ذحين قبل ما تخلص. عندك أطقم كثير لطاولة الطعام والفطور، وطقم أكواب، وكلها بأسعار مرة حلوة، وحتى في شواية رخيصة ورهيبة تنفع مرة للسحور. تشوي كذا في البيت أمورك في السليم. حتى فانوس رمضان موجود، تقدر تطلبه في أشكال مرة كثيرة. يا جماعة استخدموا كود تميس راح يخصم لكم أكثر على الخصم اللي موجود على منتجات نون إكسبرس ويعطيكم توصيل مجاني. وإذا كان حابين تشوفوني وأنا أجرب قوالب الآيس كريم ونشوف النتيجة سوا، تابعوني على حسابي في السناب شات، تمام؟ راح أحط لكم يا جماعة كل الروابط اللي تحتاجوها في الوصف، واستخدموا كود تميس، تمام؟ ويلا خلونا نلعب. أوكي، في عام 1900 في ولدين اختفوا. حلو. اوه هذا زمان، هذا زمان. لا احنا زمان اصلا يا جماعة. ذي المرة يقول لي روح للباب مو للنافذة. اوكي فاين ذا كي. يلا رود ايتم. ايش هذه اشياء يعني احنا اخذناها منه؟ باقي اخر واحدة يقول. طيب ايوه هذا المفتاح. حلو هذا الباب. ايوه اوكي نايس. ماي جاد. اوه دايم. هاي يو. اوكي يو تيل مي سويت ليتل بوي. يس يو نو يو هاف ليز اند اي وونت. ايوه لانه في الجزء الثاني البنت ليز ما بالله. اطلق علي اطلق. نو اي نو اتس يو اي سو هير ان ذا ترانك اوف يور ديرتي فان. ايوه يو دونت ريليس ات. كوفو كوفو. ايوه استهبل ذا. اوه اوه ماي جاد. اوه ماي جاد. Open up and say ah. اوه الايس كريم حقه يخليهم سمان صح؟ لا راح يصير سمين. راح يصير سمين. اوه نو. Very tasty ice cream. عجبه. I don't know why you did this but I'm gonna exterminate anyway. Oh my god. Oh. Oh my god! Hello, chubby boy. Now you're chump and plubby just like I like it. Oh my god. أخذوا. والله الايس كريم حقه ذحن ضبط الوصفة لأنه في الجزء الثاني قال خلاص أنا وصلت للوصفة الأصلية. I'm going to count some kids today. I'm looking for the chump plubby ones. الله يقلعك يا أخي سمان هم أفضل ناس. وانت تجي تخطفهم. اوكي صح يخطفهم لانه ما ظن سكي حدا. افتح الباب. ايه ما يفتح. اوه اوكي اوكي لازم هذا السلاح. اوكي نطلق. حلو يلا على الخريطه بسرعه ان شاء الله ما يشوفني. اقول حبيبي ما نخاف. ما في طلقات. لازم اشوف اعلان. الله يقلعك. يلا نروح شوبينج. اوه الشوبينج. يلا شوبينج. دايم والله نايس. هذا زي المول يعني. ما عليك يا حبيبي راح انقذك وان شاء الله تنحف وامورك طيبه. ما عليك لازم ندور زي الناس. ها المول فاضي شباب ما في زباين. ما فيش زباين. اوه وات. اوه ماي جاد ايش في ذا. اوه في واحد. حلو هل يقدر يساعدني؟ ايوه حلو ساعدني. يس يس. اوه اقدر اختار. يس الله يقلع وجهك يا شيخ. بونيتو. هذا ايس كريم جاي لازم اهرب. الله يقلع راسك. اوكي خلاص نسحب عليه. اوه الاماكن ايش في ذا الباب؟ ها ايش؟ قراب. اوكي لازم حاجة عشان افتح المحل ذا. اوكي حلو.
طيب خلونا ندور اماكن ثانيه، يمكن في اماكن نقدر نفتحها، بس احسن شيء ان المكان كبير الصراحه. اوكي نايس، اقدر افتحه. طيب خلونا ندور ايش فيه. اوكي دقيق، الله يقلع الماوس. ايوه اقدر اخذ هذا شفل، حلو يا جماعه. برضو هذا اقدر اخذها، بس طيب خلونا اروح السياره. فيشينج، اقدر اصيد السمك صح اللي في النص. ايوه هو هناك، خلنا انا اروح من الجهه الثانيه. يا رب ما يشوفني. ينزل، الله يقلع عينك الايس كريمه. اوكي شباب راح احطه هنا، هذا احطه هنا. نروح مكان ثاني، ذا ما منه فايدة. نروح يلا هذا كامبينج. ها يلا، اوه والله المكان شكله حلو. يلا نشيك على المكان. اوه في حاجة هنا، في حاجة. ايش ذي؟ ماب اوف كي. اوه في مكان، دقيقة. ايوه اوكي دقيقة دقيقة. طيب انا ما ابغى يجيني، اصبر اصبر. حلو حلو، خريطة نقدر نستفيد منها، راح توصلنا المفتاح. اوكي دق دق، اقدر استخدم هذا الكريك. بس دقيقة فين اروح؟ موف، اقدر احرك ذا. نايس يا، خايف اسمع صوته قريب مرة. هذه والله، هذه هذه شكلها. ايوه ايوه هذه هذه. اوكي خلاص نروح ذحين للذا. اوكي كشفني، ارمي بالخريطة يا جماعة، خليه يصدع. جرب يلا. ها اوكي، بورقة يعني ايش بندر متوقع يا جماعة. خلونا نروح هنا، ايش فيه نشوف ايش فيه. حاجة، اوه اقدر اطلع هنا. نايس خلونا نطلع نطلع شوف ايش فيه. اوه ماي جاد، لا لا لا، ما الباب مقفل، الباب مقفل، حيحشرني حيحشرني شباب حيحشرني. بسرعة بسرعة، ايوه اوه كان راح يحشرني فوق. اختار اختار طريق يلا بسرعة. يلا كي اوف تري. اوكي نايس، حق هذا حق البيت. يلا ها يا رب نحصل حاجة مفيدة. اوكي اوكي يا رب، الماوس الماوس والله يا جماعه، يا جماعه التحكم تروني نرفز انه من البيسي، لازم اضيعه لانه فوق راح يحشرني. نهب لفه نشوف المكان، انا ما شفنا زي الناس. جاي وات ذا اي وات هابن ذا اذر داي هاو دو يو ثينك اوف جامبينج جاي وات. دقيقه دقيقه شباب جاي. ايوه اتس يو وات هابن ذا اذر داي How do you think of jumping with a van running? What? يقول لا انت اخوك نقز عادي، بس انت لا حسبت انك راح تنقزين عادي. هذه الثانية حق الجزء الثاني، هي مو مقدران. طيب راح اقول لها ما شفته لي ايام، احتمال انه جايع. What? اوكي غلط، يعني لازم اجيب اجابة صحيحة. اوكي اوكي طيب خلاص راح اقول لها ما يهمني هو، اهم شيء انت ايش تسوين هنا. Yes. In the end, I managed to jump at one of the stops. براه قدرت تنقز، بعدين قدرت تنقز وتهرب. طيب راح أقول لها إنه ذحين مايك اللي انمسك لأنه شافك كذا مسكتي وراح واجه رود وذا. Oh my god. أوكي إيش نسوي يلا؟ طيب راح أقول لها يلا الحقيني للسيارة عشان بعدين نقدر نهرب سوا. نايس أقنعتها يلا ها. افتح الباب بسرعة قبل اللي يجي. ايوه يلا اركبي ها. ها؟ الو؟ اوكي. الو الو يا بنت، يا بنت الحلال. اي صديق والله علقت فوق. اوكي الله كريم. يلا ها. اوكي فتح الباب، بس انه راح يمسكني والله اني ميت. ما في زبنة. اوكي خلنا نزبن هنا. يا رب ما يشوفني يا رب، والله اني تكفى تكفى يا عمي تكفى. تكفى يا عم، يا عم الايس كريم انت، احلى ايس كريم في المنطقة. راح؟ والله نزل، يس ليتس جو، ليتس جو. اوكي، دقيقة، ايش هذا؟ رود شيست حقه، لازم اجمع أربعة أحصنة، أربعة أحصنة ملونة، يعني أكيد هنا المفتاح حق ذا صح؟ هنا في شيء. أيوه هذا أول حصان، نايس. حلو باقي ثلاثة، وهذا ايش؟ فاير كراكر، والله ما ادري ليش نستخدمه بس نحطه معانا في السيارة. يلا والله البنت معلقة يا جماعة، ما ادري ايش اسوي شكلي. طيب نجرب نروح، عندنا السيرك والمترو ستيشن. طيب خلونا نروح السيرك يلا. اوه في عرض. ايوه هذا الماضي. ايوه طيب تراجيك داي اوف مورنينج يسترداي. اوه حندعس هذا. اوكي
هذا هذا God. اللي كان كان يساعده أبوه صح ولا المدرس؟ ذكروني أنا ناسي. You still don't understand, please. You have to come back. All this has an explanation, Rod. What? Rod? Well, in that case, I'll leave this to you. It has been written by your own mother. Okay. أمه رسالة له رسالة. نبغى نعرف يا ولد إيش الرسالة. وي الغالي في واحد نايم. يا أخي ساعدني. أوه عنده سير كي. أقدر أخذه؟ Maybe you could shelter him. Okay. لازم يعني لازم أعطيه أشياء shelter كذا يعني زي بيت أو شيء ما أدري كيف أشرح لكم. بس أعطيه أشياء عشان يعطيني المفتاح. يا جماعة حصان. Let's go. هاي مقفل. هذا الحصان الثاني شكله تصدقون عند ذاك اللي نايم. تصدقون المفتاح شكله يفتح عشان الحصان. لازم نشوف حل. نحرك لانه واضح هنا في اشياء لازم اعطي هذاك عشان يفتح لي حق الحصان. فخلونا نروح على المترو ستيشن. طيب المترو ستيشن في حاجه تلمع في الارض. ها شفناه تم اللقط. هلا ناخذ هذا معانا اكيد هنا نستخدمه بما انه ذا اما هنا او في الستول يعني. طيب بنس اوكي هذه صح اللي في يدي صح. نايس 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 خلاص فتحنا الطريق حلو. هذه تفتح مقفلة اوكي ده مقفل اوكي. طيب هذا اوكي نايس. اوه في زرار دقيقة. طيب يا غالي واو هذا لغز ايش اسوي. 3 4 1 يا جماعة احتمال كبير ان انا انحشرت. بس اقول لكم احتمال كبير ان انا انحشرت. والله اني انا محشور. والله اني انا محشور. تعال يا اخي انت تيس اوكي. اوكي. دقيقة خزنة. اوه ازبن فيها الخزنة اوكي نايس. وهذا ايش؟ يا ليل. هذه هايدريك جاك. اوكي. هذا شكله استخدام في مكان ثاني. طيب وكيف اعرف الكود؟ ما في رقم. 715 صح؟ اوكي نايس. هذه الهايدريك جاك احطها في السيارة. الله لا اخبله بها. تعال ما خبلتك. ايوه اخبلك واهرب. اوكي 715 ها تذكر 715 715 نايس نايس نايس. طيب دحين ايش يصير؟ فتح لي الطريق هذا مثلا كذا؟ لا. اوه مفتوح مفتوح الباب، اوكي حلو، يعني من هذه الجهة مفتوح، اوكي جهة ايوه هذه اللي تلمع، لازم اعرف ايش. ايش ايش هذه؟ ووتين جرين، اوكي نايس هذا ال هي. اوي حسبته راح عند عيس، حلو حلو حصلنا حصان 100%، كيف راح اطلع؟ من هنا؟ اوكي حلو. ايش في هنا؟ ها شوز. طيب وايش؟ ايش دي؟ هات. اوكي 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 عرفت عرفت انا والله اني اسطوره يا جماعه عرفت. شوز وهات هذه شيلتر شيلتر للرجال عشان تاخذ المفتاح وتحصل الحصان الثالث. لازم نخليه يسوي حركه. اوه نايس يا جماعه علق. والله حط اليوم مولع. نايس خلك خلك هنا حبيبي. اول شيء نروح نروح نرجع السيرك عشان نعطي الرجال ها نعطيه ناخذ المفتاح ويصير عنده ثلاث احصنة. ايوه عرض. I'm sure. Is he healthy? I don't understand. How is this possible? Oh, look at him. ايش هذا امي؟ Can't be. Is this true? How could this be? This baby seems to have been born. I don't ايش في؟ ايش في ام؟ True. It is a miracle. What? انها معجزة. ليش معجزة؟ طيب ولد واحد ايش فيه؟ ايوه نايس باقي ايوه حلو تو اوبجيكتس ها؟ احنا معانا الثاني الجزمة يلا الجزمة لا تفجعني انت حلو ذحين نقدر ايوه نايس يلا 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 بس باقي لي واحد حصان والله ما ادري يلا نجرب اوكي ليتس جو دقيقة اول شيء اوكي الحصان تمام بس في يمكن حاجة خلك من هذا تأكد ما في ولا شيء هنا ها هنا في شيء صابون اوكي ما في ولا حاجة بس الحصان اوكي يلا انا شاب 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 حياك الله حياكم الله وبياكم مرحبا مرحبا ايش ذا جاي
او ماي جاد ايش ذا الزابه هذا اول واحد راح اقول له ايوه مسكها اليوم اللي بعده انت ممسكها دايوم والله لا بالعكس احنا اصحاب وكل شيء اكيد لا احنا اصحاب بس يعني انا حسبت انه انا راح اقدر بنفسي يعني اسوي شيء والله يا اخي Remember that I am the bravest of the four. برا اوكي. ايوه اقول له بما انك قلت انت شجاع وكذا ترى مسك مايك. انهجر. اوكي اقول له الحقني لسيارة رود وخلنا كلنا نختبئ ونوصل للبيت الاربعة كلنا بسلام. حلو. يعني انا وهو والبنت لازم ارجع اتاكد انها ما قلتشت واللي مسجون الاربعة. ايوه حلو يلا. Let's go. أهم شيء إنهم زابنين. إيش تسوون بالضبط؟ كل واحد زابن في مكان. أيوة حلو. أنا هذه كان السبب. قلت أشتبها مرة. أيوة نايس حلو. يلا طيب خلونا نرجع ال إيش اسمه الكامبينج عشان أحط الأحصنة وبرضو أرجع أكلم البنت أشوف. أيوة الرسالة. Be strong. We heard about the death of Joseph Sullivan. I wish I could be with you right now. But the Lord requires me here a little more. Congratulations, Rod, for your 16th birthday. You can visit me whenever you want. Don't resent me for not seeing you. If you knew why I can't go see you. Congratulations, Rod, for your 17th birthday. Please, come see me. I ask you. Congratulations, Rod, for your 18th birthday. Congratulations, Rod, for your 19th birthday. For your 20th birthday. 21st birthday. 22nd birthday. 23rd birthday. 24th birthday. Congratulations, Rod, for your 25th birthday. This will be the last time I write to you. It seems that nothing I say is enough to come back to me. Even so, I never stop dreaming of the day you and I meet again. We have so much to talk about. I want to hug you like when you were 4 years old and you were with me. Keep the book I give you as your most precious asset. ولا. For I will reveal a secret that only Joseph Sullivan knew. He stole it from me. But now I give it to you. Thanks to the fact that more time has passed, I have been able to improve the formula. You are my son, and you deserve it all. I will give you the opportunity to synthesize an extraordinary chemical compound with equal force to create a sparkling sun of life or a moon full of death. La ilaha illa Allah. Your mother who will always be with you. Sister Madeline. يعني هو ولد بدون اب لانه هم يقولون معجزه مدري ايش وشكله هذاك بس يعني يعز وكان هو مره يحبه هذا حق الايس كريم الاساسي فصار زيه يعني شكله فهمتم احس انا كذا اذا في غلط قولوا لي راح احط الحصان الاصفر هنا اوه ماي جاد اوه ماي جاد كيف فجعني طيب راح احط الحصان هنا واروح للبنت اشوف يا رب انها موجوده يا رب ما يروح كل عملي هباء ايوه الحمد لله هذه خلاص انا عارف الخيار الذحين اوه نايس يلا اوكي نايس خذ العكس اقسم بالله اللي قال الماوس ضرب فجاه تضيع ما تدري فين انت يلا الاخضر تمام حياكم الله وبياكم ومرحبا ومسهلا في مجلس ما فيه نفس ثقيل والله الماوس السبب يا جماعة وربي هو لفه من نفسه تحكم سيء جدا هو دحين يروح بالستول اصلا انا ابغى لانه ما شفت المكان هذا وات في مسدس وي نيد ذات ماي مان وي نيد اوه احتاج مفتاح اوه ماي جاد اول شيء لازم نقص هذا معروف خلاص عرفنا الحركة اوكي طلعنا الحمد لله اوه هنا في باب ليه كنا ذا؟ اوه ايش سمكة؟ اعطي سمكة يا جماعة، يعني شكله اعطي سمكة يصير اليف. تكفى لا ياكلني تكفى. تكفى ما. اوكي. كل ذاك. والله يقلع يا ابو
قفل قفل قفل. اوكي اهرب 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 اهرب، ما عاد ابغى ارجع ولا شيء، ما عاد ابغى ارجع ولا مسدس بدي امسح. ما اقدر، لازم اروح. اوكي احنا نقدر صح؟ اوكي روح شوبينج يلا. اوكي يا جماعه انا عرفت ايش الاداه هذه اسويها. تذكرون المحل اللي فتحته ورفض ينفتح؟ شيلها تحطها تثبت. ليتس جو. وهذا السمك نقدر نستخدمه والله للتمسح يا ولد. ايوه هذه استخدم الاداه يلا. ها نايس ايوه حلو حلو. بس دقيقه دقيقه لازم اضيعه يا اخي. انت يا ورع ساعدني يا كلب. ايوه او ماي جاد يبغاني العب، يقول لي لازم تعد. وات تحدي يلا. او ماي جاد تحدي يلا. اوكي انطلق. حياك الله. هيا كيف راح نسوي التحدي وهذا الدوده فيه؟ ها كيف تجي تسوي دوده واحد خرب علي؟ لا 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 يمسكني. اوكي طيب يلا يا رب مدينة، يا رب انه مزود وقت. تكفون. واو او ماي جاد. هي او ماي جاد دقيقه اقدر استخدم ذي؟ شكله هذا لازم استخدمه في التحدي. دقيقه او ماي جاد. اوكي يعني الدباب نستخدمه عشان التحدي هذا. اوكي يلا عشان نخلص بسرعه نرجع من البدايه ان شاء الله ان ذاك ما يقاطعنا. بس يلا نضغط يلا يلا بسرعة بسرعة. لا 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 ارجع. اوكي يلا 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 بسرعة انطلق انطلق. يا جماعة ايش فيه؟ انعكس تحكم. والله ايش ايش هذا صديق. اوكي يلا روح روح ان شاء الله يمدي. راح انجلد والله. عيد بسم الله توكلنا على الله. اوكي روح يا ربي انا راح انجلد. روح يا جماعة. ليش التحكم يا جماعة التحكم انعكس؟ والله أنا راح أموت من الجلطة، راح أموت من الجلطة. خذ لك على بطء، البطء الأبدي. أوكي يا رب ما راح ابكي والله راح ابكي. ما يمديني ما يمدي خلاص نرجع نعيد. باد لك كومبرسيتو. والله اجي افقع راسك يا الكلب. واحد ورع صغير في مول يطارد واحد كبير وما تسوي ولا شيء يا الكلب. اوكي اوكي لا 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 يا جماعه ايش ايش اللي يصير؟ ايش اللي يصير؟ ليش وقف؟ ليش يوقف؟ ليش ما عندي نخلص؟ ريوس اضغط ريوس انا راح انجلط. انقلبنا انقلبنا يا جماعة الخير انقلبنا. الله يقلع ام الحالة. فين احنا؟ في دلة في دلة ولا فين؟ ها يلف يلف يلف. احسن موتني وخلني افتك من ذا الزق. تكفى تكفى. اوه ليتس جو اخيرا. اوه ماي جاد. ها ايش الجائزة؟ نايس خلصنا. يعني السمك مو ضروري، حسبت في حاجة في السمك. الهروب الهروب ولا حتى جلوس دقيقة. يلا نايس يس المفتاح ليتس جو. خلاص الحين نقدر نحررهم كلهم وكلنا نجتمع في الحارة. يا مين ليتس جو. يلا أخيرا وربي ذا الجزء طويل يا جماعة. حلو حررنا خوينا. ليتس جو. نايس يلا 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 هذا بعدين نسوي. اوه ماي جاد اوه ماي جاد. تكفون سوى اي شيء. لا 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 سوى اي شيء. هذه الوصفة السرية. الوصفة السرية دقيقة. ايوه الوصفة الوصفة اخذتها. اوه ماي جاد ثلج اصحابي كلهم.
في حاجة طاحت. يا ليل، بس أنا حصلت الوصفة السرية، وأنتم تذكرون في البداية مكتوب إنه عندك غرض من حق رود، باقي هذه الثالثة أخذتها، يعني في الجزء الرابع راح أقدر أعرف إيش اللي يصير وكذا، إيش الوصفة السرية حقه. بس أبغاكم تقولوا لي بالماضي حق رود، يعني بدون حرق، بس في هذا الجزء الثالث، يعني فاهمي؟ يعني هو دحين كان إنه هذاك مات حق الآيس كريم اللي كان هو يحبه مرة وكذا، وهو دحين يعني جالس صنع هذه حق الوصفة السرية يسمن الأطفال، فإيش دحين الخلطة دي؟ والله نفسه عرف. المهم بس شبابي نوصل نهاية الفيديو، أتمنى أنكم استمتعتم، هذا الجزء كان طويل أحسه بزيادة، بس أتمنى أنكم استمتعتم، لا تنسون تقيمون المقطع وتعطوني لايك، واللي مشترك اشترك عشان يعني نعطيك آيس كريم. يلا على السلامة. والله كسر كل شيء في الحياة.